اهو ادي اكسرسايز 3 تمام. عملت ايه في الكود في اكسرسايز 3؟ اول حاجه كتبت النيوميريتور في 0 1، وبعد كده النيوميريتور 2 وناقص 3 و1. واحد يقول لي انت قلت من شويه ان اكسرسايز 3 ده الامل مختلف عن البحيري، ورينا. ده يا جماعه الفانكشن بتاعت امل، هو نفس السؤال بالظبط، بس امل طالبه مين؟ معطيك الاتش زد بالشكل ده. طب والبحيري وحسيب؟ البحيري وحسيب معطينك الاتش زد بالشكل ده. فين الاكسرسايز؟ اهي. يبقى البحيري وحسيب معطينا اتش زد بالشكل ده. طب ايه اللي هيفرق؟ نفس المطاليب، طلع لي البول والزيرو، طلع وارسم الامبلس ريسبونس وارسم الفريكونسي ريسبونس عند ال 500، هو نفس المطاليب بالظبط. تمام اهو، اوضح لكم من الصوره تاني، ده البحيري اهو، شايفين يا جماعه نفس المعادله. تمام، يبقى دي المعادله بتاعت ايه؟ البحيري وحسيب. طب ايه اللي هيفرق؟ مش هتفرق معايا غير النيوميريتور والدينوميريتور بس. طب يلا يا جماعه نكتب النيوميريتور مع بعض. النيوميريتور يساوي الدينوميريتور يساوي يلا ها، مين يقول لي النيوميريتور اكتب فيه كام؟ ها يلا شاركوا معايا يا جماعه. ومعادلة دي المعادلة بتاعت حسيب والبحيري، حسيب والبحيري حق اكسرسايز 3. نكتب في نيوميريتور كام؟ واحد، بعد كده 4 من 10 جذر 2، صح؟ طيب الدينوميريتور واحد، بعد كده ناقص 8 من 10 جذر 2، تمام؟ بعد كده 0.64 جذر 2. واحد يقول لي الماتلاب ما فيش حاجة اسمها جذر 2، عشان أكتب جذر 2 في الماتلاب بكتبها كده، في الماتلاب بكتبها كده SQRT، SQRT في الماتلاب معناها جذر، وبين قوسين أقول له 2، فدي كده هيفهم معناها إن هي جذر 2. فهتلاقوني كده جيت أهو، يبقى الحتة دي في لاب 8 كامل أهو، دي بتاعت أمل خلاص، ده لاب 8 ده بتاعت أمل. لكن في حسيب عملت إيه؟ في حسيب البحيري قلت له لا، هنا بقى عندك النيوميريتور قيمته أول حاجة 1، بعد كده 4 من 10 جذر 2. الدينوميريتور 1 وسالب 8 من 10 جذر 2 و64 من 100. أوكي؟ طيب باقي الحل، باقي الكود هو نفسه بقى، مفيش أي اختلاف، نفس المطاليب خلاص؟ يبقى اختلف بس النيوميريتور والدينوميريتور. أوكي. طيب إيه المطلوب الأولاني؟ نفس المطاليب قلنا، المطلوب الرقم A ارسم لي البول والزيرو. فرحت قلت له فيجر ارسم البول والزيرو عن طريق الفانكشن اللي اسمها زد بلين. المطلوب رقم بي ارسم لي الفريكونسي ريسبونس ب 500 بي تي اس. يبقى قلت له الفريكونسي ريسبونس ارسمه، بس انا نسيت احط فانكشن اسمها فيجر. اوكي، يبقى لازم نقول هنا ايه؟ فيجر قبل اي امر لازم تكتب فيجر، اي قبل اي رسم، امر رسم. اوكي، نشوف هنا كاتبه عند امل ولا لا. النيوميريتور والديومينيتور فيجر زد بلين برضه هنا نسيه. اوكي فيجر. اوكي تمام كده. الفريكس يبقى رسمت ده المطلوب الثاني. تمام طيب المطلوب رقم، المطلوب كان رقم بي. تمام طيب المطلوب رقم سي، اعمل لي البارشيا، طلع لي البارشيا الفراكشن او طلع لي الاتش زد. فقلنا المطلوب رقم سي ده اللي هو ده، عشان نعمل البارشال فراكشن في جزء يدوي، جزء ماتلاب، لان انا لازم احسب الار والبي كي والار والبي والكي بالماتلاب الاول. فعشان كده جاي في الماتلاب كده قلت له احسب لي الار والبي والكي للفانكشن بتاعتي. ليه؟ كاتب لك اهو هنا كومنت فايند ريزيدز بول كي تو جيت بارشال فراكشن. هو مش هيطلع لك البارشال فراكشن، هو هيطلع لك الار والبي والكي بس. بس انت تستخدمه عشان تعمل البارشال فراكشن بايدك، ده الجزء اليدوي هنعمله مع بعض. طيب الفيجر اللي بعد كده، المطلوب الاخير، المطلوب دي رقم دي، ارسم لي الامبلس ريسبونس. عشان ارسم الامبلس ريسبونس هستخدم فانكشن اسمها امب زد. طيب طلع لي الامبلس، طلع لي الامبلس ريسبونس اتش ان، ده حل يدوي، ده حل يدوي، هنشوف نعمله ازاي. طيب تعالى نعمل ران للكود ده لاب 3 عشان نكمل باقي الحل اليدوي اهو. Change folder. تعال نشوف طلع عندي كام صورة؟ 3 صور. تعال نشوف المطلوب الأولاني كان بيقول، نمسح الكلام ده خلاص،
المطلوب الاولاني بيقول ارسم لي البول والزيرو. ادي رسمه البول والزيرو، فيجر 1 اهي، رسمه البول والزيرو. الاكس دي معناها بول، والدوائر اللي في الرسم معناها ايه؟ الدوائر الصغيره دي، تمام، اللي عامله زي الصفر دي رسمه الزيرو. اوكي، طيب المطلوب رقم بي، ارسم لي الفريكوانسي ريسبونس. اهو الرسمه الثانيه هي الفريكوانسي ريسبونس، اللي فوق دي الماجنتيود واللي تحت الفيز. اوكي، السؤال الثالث طلع لي البارشال فراكشن، فلازم عشان اطلع البارشال فراكشن لازم اطلع الار والبي والكي، صح؟ طب تعالى نشوف الار والبي والكي طلعوا كام عندي. نكتب كده الار، اكتبوا بقى معايا، ده اكسرسايز 3 المطلوب رقم سي. اكتبوا بقى معايا، يبقى المطلوب رقم سي، تمام، حل يدوي. حل ايه يا جماعه؟ يدوي. في الاول خلينا حاج امل، في الاول حاج مين؟ حاج امل، هشتغل حاج امل الاول. لا ولا خلينا في الاول عشان طلعنا الريزلت، هسيبه البحيري، هسيب اند البحيري. الطلبة هسيبه البحيري، يكتبوا معايا إجابة المطلوب رقم سي دلوقتي، اللي هو find the partial fraction، اللي هو البارشيال فراكشن. شلون هطلع البارشيال فراكشن؟ في الاول اطلع الار والبي والزد من الماتلاب. في الماتلاب طلع لي الار، اكتب معايا كده، طلع لي الار وطلع لي البي وطلع لي الكي. تعال نروح الماتلاب ونشوف الار والبي والكي طلعوا بكام. هنا اهو تحت خالص الكوماند ويندو، الار والبي والكي هيطلعوا تحت الكوماند ويندو يا جماعه. ماشي، الار طلعت كام؟ اول رقمين، نص ناقص جي ونص زائد جي. يبقى جاي هنا اكتب له كده، الار طلعت نص ناقص جي ونص زائد جي، دي الار. هنكتبهم بالترتيب، الترتيب مهم، خلي بالكم. الترتيب الاول، الاول نص ناقص وبعد كده ايه؟ نص زائد، الترتيب مهم. يبقى نص ناقص جي بعد كده نص زائد جي، دي الار. طيب والبولز، تعال نشوف، اقفل دي دلوقتي. البولز بتاعتك ننزل تحت شوية، البولز طلعوا بالرقمين دول. الرقم الاولاني كام يا جماعة؟ 56% زائد 56% جي. 56% 0.56 زائد 0.56 جي، والتاني 0.56 ناقص 0.56 جي. خلي بالكم انا قربت الرقم شويه، يعني اللي طلع في الماتلاب 0.5657، تمام، يعني ممكن تقربها ممكن ما تقربش، براحتك، تمام، كل واحد ايه يعمل يعني براحته. اوكي، الكي طلعت بكام يا جماعه في الماتلاب؟ تعالى ننزل، طلع لي الكي بنوثينج، هنا كاتب القوسين فاضيين يعني بصفر. اوكي، يبقى الكي بصفر. اوكي، طيب يلا نعمل بارشال فراكشن. هعمله ازاي بارشال فراكشن؟ زي الشاطر كده اكتب الحل ده دلوقتي، انا بكتب حق مين؟ هسيبه البحيري، هسيبه البحيري بس. يبقى هكتب دلوقتي كاتب زي الشاطر كده اتش اوف زد يساوي، ده البارشال فراكشن بتاعي اهو، يساوي هاخد أول رقم في الآر اللي هو كام؟ نص ناقص جي على واحد ناقص، وأفتح قوس وأحط زد إنفرس خارج القوس، وأكتب داخل القوس مين؟ البول الأول. البول الأول اللي هو كام؟ الرقم ده 0.56 زائد 0.56 جي. بعد كده أكتب زائد وشرطة كسر واحد ناقص زد انفرس، وهاخد الرقم التاني في الار اللي هو نص زائد جي وحطه فوق، والرقم التاني في البي وحطه تحت 0.56 ناقص 0.56 جي. كله فاهم موضوع البارشال فراكشن؟ كله فاهم موضوع البارشال فراكشن؟ اوكي،
how to get partial fraction. يبقى ده انا كده حليت حاسيب مين؟ حليته حاسيب والبحيري. خلاص ده المطلوب رقم A. طيب تعال نحل نفس السؤال رقم C لأمل. مطلوب رقم C اهي بس حق أمل. يلا طلبة أمل يكتبوا معايا بقى. تمام يبقى هروح للكود، لسه في مطلوب تاني هنحل فيه يا جماعة. هروح للكود واقول له يلا شغل لي الكود بتاع مين؟ الأستاذة أمل. يلا run طلع لي الناتج. خلك من الصور اللي طلعت. اهو اخر ار كي. اول حاجه الكي طلعت عند امل بكام؟ يبقى نجي عند امل كده في المطلوب رقم سي ونقول اول حاجه الكي عندي عايز قيمه الار وقيمه البي وقيمه الكي. الار طلعت بكام والبي طلعوا بكام والكي طلعت بكام؟ اولا لما عملت ران للكود بتاع امل لحظه طلع معايا الكي بنوثينج يعني صفر. يبقى اكتب هنا ايه؟ جاي كاتب زي الشاطر واقول له هنا حط لي الكي بصفر. طب والار طلعت بكام عندي؟ نطلع فوق سنه صغيره. اولا البي طلعت بكام؟ البي طلعت بواحد ونص. يبقى هكتب كده البي اول رقم بواحد والرقم الثاني بنص. طيب اكتبوا معايا يا جماعه، طلبة امل اكتبوا معايا اجابه المطلوب رقم سي في اكسرسايز 3. اوكي هاجي هنا نشوف قيمه الكي الار. الار طلعت بكام؟ طلعت واحد وسالب واحد. يبقى اجي زي الشاطر هنا واقول له الار طلع الرقم الاولاني بواحد والرقم الثاني سالب واحد. بعد كده هعمل البارشال فراكشن، اكتب لها كده البارشال فراكشن. طب بص